لك حاجة تودي هالصوب يا حطب، صارت صالية مثل النار. والله أبو حمدي، عمك أبو حمدي اللي معه روماتيزم بالركاب استحى يبرد مثلك وبينام بلا حرام. مرت عمو الصالية صلى أسبوع مسكرة وبخاف ضيوفنا يزنطروا من برد الزنطرة، ومعلومة إنك هالشتوية قاسية والبرد بيذبح والسهرة بايخة بلا قافية إذا ما كان فيها نار عم تقدح. لك يا صفية يا حبيبة قلبي يا صفية، نحنا ضيوفنا كتار يعني نفس على نفس بتدفى الأوضة وما في بيناتهم ختيار ولا حرمة ممروضة. ليش؟ عمي أبو حمدي مو ختيار. هلا ضب لسانك بحلقك ولا تحكي شروي غروي، ريت الحمة تسلقك شو حكيك صاير بهوي. ليش مرت عمي؟ إيه علينا. لك شو ليش؟ شو ليش؟ عمك أبو حمدي سبع سباع وبالقوة مثل البلدوزر، ومن نظرته بتخاف الطباع وبتتلطف بمغارة جوبة، ومثل ما بتعرفي أبو حمدي شغلته حكواتي يعني معاشر الشجعان، وما شفت أنا أشجع منه بحياتي ولا بقبيلة بني شيبان، ويمكن انعدى من الحكاية يلي عم يحكيها وتتكرر، ومشان هيك صار أشجع من شيبوب ومن عنتر. بعدين وينك؟ صحيح أبو حمدي بهالهيئة مصوفن ونحيف، بس بالعزم ما كان كتير مخيف، يعني على الأسطوح بيطالعوا للحمار وبيرد بينزلوا بنفس النهار مع أنه وزنه انطار. أنت شفتي بعيني؟ هيك وصلتني الأخبار. إيه شو هو شمشون الجبار؟ هلأ اختصري هاللعي وتعي احملي الطرابيزة معي. حاضر مرت عمي. تعي حبيبتي مليدي هاي الطرابيزة وحطي لي اياها هون. ليه هندي اجي سهر عنا اليوم؟ مثل العادة، اهلية بمحلية، اخواتي ويداد وهنية وسلايفي نديدة وفوزية وما لم الفراش. يلا عجلي هلا بلا قر واطلعي على اوضتي جيبي لك كم جلد خاروف. حاضر مرت عمو. عجلي. ما وصلتي لسه هون؟ ايه سيدي تسمح لنا ابو فوزي؟ ايه بكير والله قاعدين عم نتسلى. والله لا يمل، بس معلومك يعني الليله ليله خميس والبرد قاتولي، بقى خليني اتيسر على بيتي على بكير قبل ما يبعثوا وراي وينادولي. عندك سهره بالبيت؟ ايه معلومه كل ليله خميس عنا جمعه مع القرايبين. ايه الله يكتر المحبين يا رب. امين يا رب. يلا بالاذن تصبح على خير. الله معك ابو حمدي، خلينا نشوفك. ايه ان شاء الله. يلا يا فايز ضب لي العده بدنا نتيسر. حاضر معلم. مرحبا ابو حمدي. اهلين وسهلين. شو ما عرفني؟ لا والله مين بتكون؟ انا ابراهيم ابن ابو ابراهيم ممصوعه، وهذا نادر ابن ابو سليم لطفي. اهلين وسهلين بالشباب والسبع تنعام. عمي ابو حمدي ليش ما عدت حكيت لنا حكايات مهمه بالقهوه؟ حكم نحن معجبينها. يعني يا عمو موظفين الكراكون صغار هلكونا، ان حكينا عن المساوئ بيقولوا هذا مناوي، وان حكينا عن البرطيل والرشوه بيقولوا معلوم مو صحح له يلهط لهطه، وان قلنا المخالفات بدها اسوي بيقولوا رح ياخذ دور الشرطه. بقى شو بدي بهالشغله يا عمي؟ خليني بسليم قبل ما يهدروا دمي. بس حكاياتها كلها من الواقع وما في شي جايبه من عقلك، يعني عم تنقل مثل ما لك سامع وما في شي مفبره او جايبه من بيت اهلها. ولأنت بدها تضل هالحكايه؟ الله اعلم، بس ما خليت إلا ما يلتقى من يفهم. السلام عليكم. الله معك أبو حمدي، مع السلامة. الله معك. هلا أنا داحش راسي بكيس الطحين، هذا اللي طلع معك يا معادل. الحق بإيدك أختي معادل، الشيبات كترانين براسك يا أبو لطفي. ستي عيرتني بالشيبي وهو وقارو، ليتها عيرتني بما هو عارو. انت عم تقول هيك مشان تغطي السماوات بالعوات، الحقيقة راحت عليك، الكبر عبر وولت ايامه هالقمر. هلا ليش حاطة دابك بدابي يا ام عادل؟ بعدين القاضي راضي ولا شو يا سعاد؟ ولا يهمك يا ابو لطفي، هو صحيح التاج معبي راسك بس قلبك حامي مثل حديد هالصوبيا. سمعتوا؟ سمعتوا بدكم؟ بس حديد الصوبيا وهي مطفية عمي يا ابو لطفي. الان كثير لهويكم، حطوا لكم كم حطبة بهالصوبيا خليها توز وز. على عيني وراسي.
مين طلب مثل هالطلب؟ السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام. أهلا يا تعال جيت بوقتك. تعال خلصني من لسانات ودخيلك. اهلا بالشباب. اهلا يا ابو دياب. اهلا يا ابو دياب. اهلا فيك يا خانم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل اقعد بشقيتي. لا الله يخلي لي اياك يا رب. كيفك يا معادل؟ لسه من شوي بدك تعدي. والله انك ترى يا اختي يعني الواحد بيركض بيركض وخله ما بيلحق بقله وبالاخير العشاء خبيت. يا اهلين يا نايم. شو بدي اقول لك؟ لا لك هلا كوني بغيابك يا ابو دياب. لك سلامتك. مين تالين ابو دياب؟ هلا يا ابو سطيف سلمني على العالم من جنب. لك شو وينه ابو حمدي هلا ما اجى؟ ليك وما تقول الا وصل هلا. ها ابن الحلال عم تذكره ببال. والله ليك وهلين. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استغفر الله بس استغفر الله. بترجعك ابو حمدي. بدي بوسك بدي بوسك. ما فيك بس عن جرن الحمام بتبين القرعة من ام الشعر. يلا شوف يلا يلا ها شكي. ايوه وراها فكي. هلا انا ها بارا وراها سارة. يا شباب تسلم والدي سيد حمدي. والله نورتوه. تسلم والدي. شرف ابو شرف. هاي اللي بده سكرها. تسلم والدي. تلعب لك دق طاولة يا مصطفى. بدك ترد دارك عمي ابو لطفي. بس مو حلو يترك ابو حمدي لحاله. لك اتركنا من ابو حمدي. بيني وبينك ابو حمدي مو عاجبني بهالكم يوم. وليش بقى ابو لطفي؟ ما بعرف بس حاسس كانه بالك مشغول فاضي. عفارم عليك يا ابو لطفي، يعني هذا احسن وصف لحالتي. عمي ابو حمدي فاضي فهمناها باعتبار القهوه مسكره وما عندك شغل فيها، بس بايش مشغول يا ترى؟ خليها لله. ايه يا اخي رياض سمعنا نقره عودك للسهره الله يرضى عليك. على عيني يا حمدي. بس صدقني ما بيحمل جو منيح حتى نسمعنا حكايه من حكاياتها. هلا اتركوا للزلمه لهون لحينه. خلاص بح ابو حمدي بطل شغله الحكواتي ويمكن يفتح القهوه يا حمصاني يا بغجاتي. صحيح الكلام يا ابو حمدي. ما في شيء من هاد. بس ام حمدي اصبح سمعنا شي حكايه من حكاياتك احسن ما اننا نازلين طحنك على الفاضي. ولا تنسى انه الليل قدامنا طويل والسهره لسه باولها. بس انا ما بدي بس بس يا عمي ابو حمدي خلاص لازم تبتسم لطلب الناس. والله ما بعرف هو الحقيقه. ابو حمدي ابو حمدي سمعنا شي حكايه. ابو حمدي ابو حمدي حكاياتك تسلاي. اي والله يا ابو حمدي حكاياتك تسلاي. على عيني وراسي تكرموا. بس انا عندي شرطها. وشو هالشرط بقى؟ بدي بعد كل قصة اسمع منكم غنية حلوة للنسوان ولا للرجال. ما بتفرق عمو من كلا الطرفين. يعني كل هالقد اصواتنا حلوة نحن. اكيد نتونس فيكم في التاني. لكن خليها تغني لنا خالق معادل. خالق معادل صوتها حلو. اي والله. يو ومنالي صوت حلو انا كمان. يو لكمين غنى للصبح بعرس ابن ابو بكري الزنبوعة. مضبوط انا غنيت بس يعني صوتي ما كان كل هالقد. خلاص خالتي بدك تغني ما في فكة. الجمهور هيك بده وانت مالك قده. اي والله مالك قده. طيب امري لله رح غني بس بدكم تشاركوني كلياتكم. ها انت قولي ان شاء الله وما عليكي. كف لابو حمدي يا شباب. اي والله. تفضل تفضل عم نص عمي ابو حمدي. تصدر تصدر. ايه حاضر. هيك ها هات لنشوف شو رح تحكي لنا ابو حمدي. والله مالي عارفان منين بدي ابدا وشو بدي احكي. المشكلة إن حكينا بالسياسة بيقولوا عم يتبهور، وإن حكينا بالأخلاق والكياسة بيقولوا إيه ربي حاله هالأسعار.
وإن قرينا ديوان الحماسة بيقولوا هلأ رح يسقفنا هالمعتر، وإن تعرضنا للطهارة والنجاسة بيقولوا عامل حاله شيخ الأزهر، وإن مدحنا بعض الحكام والساسة بيقولوا هذا لقلق على ما يظهر. يعني عليك طيب أبو حمدي، عشت أبو حمدي. إيه بس نحن كلياتنا أهل وما رح نبلغ عنك بالسهل. على كل حال حكاياتي اليوم عبارة عن منوعات، رح أبداها كالتالي. كان يا مكان في قديم الزمان، لما كانت الفيران تروح على المدارس والكلاب ينجعسوا على الطنافس والعرتلات تركب على ظهر الخنافس والجنيات يطيروا بالمكانيس. إيه عمو أبو حمدي احكي رأسان، لا تطول بالمقدمة. شو هذا صفحة العيب؟ لا تقاطعيش جناتي. ما حلوة. معلشي معلشي لا تسكتوها، مو مشكلة. كان يا مكان لما كان الزيز يطير بالشمس والقطاط يلحسوا الدبس والمظلوم يتختخ بالحبس والحالوش يسابق النمس، كان يبقى فيه لما كانت القمحة بالطاحونة والطاحونة مسكونة ساكنتها الحجة أمونة هي وبنتها المجنونة، واحدة عم تكبس مخلل والتاني عم تعصر ليمونة. شو هذا أبو حمدي؟ شو هالحكي الفاضي هاد؟ هيك بدهم جماعة الكراكون يا أبو لطفي. إيه ما اختلفنا، بس نحن أهلك بقى شبك ملباك. خد راحتك أبو حمدي، بس اترك لي العلاج المصدي. يعني صدقنا وآمنا إنه جماعة الكراكون خايفين تطير من تحته للكراسي، بس أنت من شو خايف؟ على راسي. هلا عود منيح واحكي صحيح، وما في داعي للتجريح، وبهالصورة بيرتاح راسك، وبعمرك ما رح تشوف قبيح. على عيني وراسي، بس أنا رح أروي القصة تفصيل وأنتوا رح تمثلوها تمثيل. ما في مانع.